خاصة بهذه المباراة. ازيك يا دكتور والف مبروك. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. تأكيد فوز معنوي مهم جدا، بيحطك في صداره، دي الخطوه الاولى، لسه ان شاء الله الخطوه الثانيه باذن الله نعدي منها كمان في مباراه الهلال باذن الله يوم السبت في السودان. مباراه النهارده بصراحه دور كبير جدا لجماهير النادي الاهلي في الدعم وفي المسانده، يعني حسينا بالروح، يعني اللعيبه كمان كان انتقلت منها روح الفانله الحمراء للعيبه، ده انعكس بسبب وجود العدد الجماهيري، من وجود يعني جماهير النادي الاهلي. يمكن الاثنين المديرين الفنيين النهارده في البدايه فاجئونا في التشكيل، يعني يمكن فايلر طبعا لما بدا ب 4 2 3 1 وحط الشحات، حسين الشحات صانع العاب، واجايه واحمد الشيخ ومروان قدام، ده كان نوع من المفاجاه. والناحيه الثانيه النجم الساحلي اول مره ما يبداش بخمسه ورا، يمكن بداوا بال 4 2 3 1، الطريقه اختلفت، بهاء الدين السلامي لعب كباك رايت، الاثنين المساكين كان زياد بوغطاس وعمار الجمل، مرتضى بن والناس اللعب باثنين ارتكاز، محمد امين بن عمر ومالك بعيو وبوخنشوش اللي كان بيلعب صانع العاب، وناحيه اليمين كان وجدي كشريده اللي هو اصلا كان بيلعب ظهير ايمن حطه كجناح يمين، وايهاب المساكني وقدام كريم العريبي. النجم الساحلي يمكن فاجئ النادي الاهلي، حاول يستغل الضغط الجماهيري والضغط العصبي اللي موجود على لاعبي النادي الاهلي، وعمل ضغط عالي في بدايه المباراه، وبالفعل نوعا ما لعيبه النادي الاهلي كانوا غير موفقين في اول 20 دقيقه، ولكن طبعا بسبب الضغط العصبي وبسبب الموقف اللي كان فيه النادي الاهلي، ولكن هدف اللي جه في النادي الاهلي عادل الامور دي كلها، وقدرنا ان احنا يعني نقدم مباراه بعد تحديدا الهدف مباراه جيده. يمكن النادي الاهلي تفوق في يعني الاستحواذ، مثل هذه المباريات بيبقى مطلوب فيها منك ان انت تكسب وتاخد الثلاث نقط، النهارده صداره مؤقته مهمه جدا، ان شاء الله تكون صداره مستمره بعد الفوز على الهلال ونتصدر المجموعه. يمكن احنا في اصعب مجموعه في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، يعني النادي الاهلي نسبه استحواذه 51% مقابل 49% للنجم الساحلي، اذا انت تفوقت في نسبه الاستحواذ. عدد المحاولات على المرمى النادي الاهلي 10 محاولات مقابل 8 للنجم الساحلي، اذا انت تفوقت في عدد المحاولات، المحاولات الصحيحه 3 هنا و3 هنا. عدد التمريرات النادي الاهلي كالعاده عدى ال 400 تمريره، 410 تمريره مقابل 395 للنجم الساحلي. نسبة دقة التمريرات بتاعة النادي الأهلي 72% مقابل النجم الساحلي 68%. عدد التمريرات الطولية كنا أكتر، 77 تمريرة طولية مقابل 70 تمريرة طولية للنجم الساحلي. عدد العرضيات النادي الأهلي أكتر، 17 عرضية مقابل 9 عرضيات للنجم الساحلي. أما الالتحامات الثنائية فالنجم الساحلي فاز بأكتر من النادي الأهلي، النجم الساحلي كسبه 76 التحام مقابل 62 التحام للنادي الأهلي. إذا الأرقام برضو بتأكد أن المباراة كان فيها نوع من التوازن في الارقام، ولكن النادي الاهلي كفته كانت اعلى طبعا بالارقام بالنسبه للنادي الاهلي. يعني من نجوم المباراه رقم واحد لازم جمهور النادي الاهلي وحضوره ده بصراحه يستحق عليه ياخدوا رجل المباراه. رقم اثنين لازم نشيد بالحكم فيكتور جوميز، وحسينا بالفرق النهارده في شخصيه حكم صراحه مثالي. فيكتور جوميز النهارده بان الفرق ما بين الحكم اللي ظلمنا بوندو في مباراة في تونس، والنهارده حكم قدامنا اللي هو فيكتور جوميز احسن حكم في افريقيا، وكنا نتمنى ان شاء الله ان يبقى حكم مميز برضه يحكم لنا في مباراة السودان باذن الله، يكون حكم مميز على مقدار فيكتور جوميز. هو كابتن ناصر عباس بيقول انه واحد من حكام النخبه في القاره الافريقيه. طبعا فيكتور جوميز افضل. لا انا بتكلم على الحكم اللي جاي. المغربي رضوان الجاي طبعا، وحكم مميز ايضا. بالنسبه بالارقام طبعا يعني نجوم بقى النادي الاهلي النهارده في المباراه، يعني بيعتبر رقم واحد اليو ديانج. اليو ديانج كنا قدم واحده من افضل مبارياته، بيثبت ان هو مش بس اداؤه وتقدمه ده ونسبه فوزه بالالتحامات الموجوده ديت مش بس في الدوري، لا ده كمان في افريقيا النهارده في مباراه كبيره، اللعيب الكبير بيبان في المباريات الكبيره. اليو ديانج رغم صغر سنه اكتر من قطع الكرات في النادي الاهلي 24 مره، اكتر من استعاد الكره الثانيه 15 مره، دور مهم قوي في عمليه الاستحواذ، لان هو كان بيعيد لك السيطره في وسط الملعب. اكتر واحد قطع الكوره 24 مره، رقم كبير جدا. تاني حاجه اكتر من استعاد الكره الثانيه 15 مره السكند بول. تالت حاجه ان هو تاني اكتر واحد من لاعبي النادي الاهلي لمس الكوره 73 مره، طبعا رقم مميز بعد محمد هاني 79، اليو ديانج 73. اللونج باص بتاعه 4 تمريرات طوليه منهم 2 صح، 2 من 4 صح. نسبة دقة التمريرات القصيرة بتاعت اليو ديانج 92.3 من 10، 36 تمريرة من 39 تمريرة صح. فإذا
وكمان صنع فرصه. بالنسبه لارتكاب الاخطاء 3 ده طبيعي في وجود في مباراه مصيريه زي ديت، حصل على اخطاء 2، وبالتالي اليو ديونج قدم مباراه جيده جدا، وهو على فكره في بدايه القطعه بتاعه الهدف كان هو اللي قطعها، بعد كده احمد الشيخ اخذها وراح مرقص واحد ولعبها للسليه، لعبها لحسين الشحات او لمعلول، لعبها يعني فتحها المعلول، لكن البدايه اصلا من بدايه الهدف كانت من عن طريق اليو ديونج واستعاده السكند بول اللي احنا بنتكلم فيها، اكتر من استعاد الكره الثانيه ل 14 مره، اللي هو هنا اليو ديونج هو اللي بيعيد لك الاستحواذ في ودايما بيكسب الكره الثانيه، مهم جدا زي كره الهدف بالظبط، هو اللي بدا الهجمه بتاعت النادي الاهلي باستعاده الكره الثانيه. رقم 2 وهو الحارس الامان والاطمئنان بتاعنا محمد الشناوي. محمد الشناوي واحد يعني دايما بنختاره بصراحه واحد من نجوم المباراه، وبيصنع الحارس الكبير هو اللي بيصنع الفارق، هو اللي بيغير في مسار نتيجه المباراه. النهارده النجم الساحلي في اول نص ساعه راحوا باكتر من كوره، محمد الشناوي بيغير مسار المباراه خالص، بيخليك ان انت خارج النهارده 1-0. عدد الانقاذات السيفز 3 انقاذ، رقم كويس جدا. انقذ انفراد، تصدي صحيح للتسديدات بتاعت محمد الشناوي، 5 تسديدات من 5 بنسبة نجاح 100%، يعني الخمس كرات اللي راحوا له تصدى ليهم بنسبة صحيحة. الحاجة كمان المميزة الخروج الصحيح من المرمى لإبعاد هجمة، دور الليبرو اللي دايما بيلعبه بيريح خط دفاعه، حتى في الضربات الثابتة كله بيبقى واخد طالع بره ال 18 بمسافة كبيرة، لأن محمد الشناوي بيطلع بيديك الراحة، ما شاء الله طوله بيدي راحة لخط دفاعه، فبيخرج صحيح من مرماه 4 مرات. حصل على خطأين، التمريرات الطولية من ورا 21 تمريرة طولية لونج باص بنسبة نجاح 28.5%، يعني 6 من 21 صح. عدد التمريرات القصيرة 6. الكلين شيت ده بيوصل محمد الشناوي للكلين شيت رقم 4 في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. إذن أعلى 2 النهاردة بالأرقام أليو ديانج ومحمد الشناوي على مستوى لاعبي النادي الأهلي. نيجي بعد كده لعلي معلول. علي معلول دايما بيقدم مباريات كويسة خاصة قدام الفرق التونسية. علي معلول النهارده اكتر لاعب عمل عرضيات، عمل جبهه كويسه جدا في الجبهه اليسرى مع جونيور اجاييه، عامل 8 عرضيات، وزي ما شفنا كره الهدف الاول اللي هو بتاع النادي الاهلي جه من خلال عرضيه من علي معلول، نسبه نجاحه في العرضيات 37.5%، كام عرضيه صح؟ 3 صح من 8، وصنع فرصتين، يعتبر اكتر لاعب صنع فرص، صنع فرصتين، وكمان تاني اكتر لاعب عامل تمريرات طوليه من الخلف، 8 تمريرات بنسبه نجاح 62.5، يعني 5 من 8. علي معلول لمس الكوره 69 مره، والرقم دوت بيعتبر ثالث اعلى لاعبي النادي الاهلي لمسا للكوره بعد محمد هاني وبعد اليو ديانج. اذا على مستوى تحضير الهجمه كويس جدا، قطع الكوره بتاع علي معلول 12 مره، ليه محاوله على المرمى وحصل على خطا. اذا بالارقام علي معلول قدم مباراه جيده جدا على المستوى الهجومي، وكمان كان بيلعب عليه زي ما قلنا وجدي كشريده كان مرمي عليه، واللي هو الظهير الايمن بتاعهم بهاء الدين السلامي، فكان جابها قويه خطيره جدا وجدي كشريده، ده عشان برضو جريده بدا كده عشان يحد من خطوره علي معلول، ولكن علي معلول قدم مباراه كويسه زي ما قلنا، عمل عرضيات كتير جدا، اكتر لاعب صانع فرص، بيحضر الهجمه من تحت بشكل كويس جدا، وبالتالي حتى وقع في التسلل مرتين نتيجه الاختراقات اللي كان دايما بيعملها. نيجي برضو ما ننساش دور مروان محسن. مروان محسن دوره مهم جدا 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 في الالتحامات الهوائيه، اكتر لاعب في النادي الاهلي انا عاجبني في مروان ان هو بيلعب برجوله وبحماس وبروح، بصراحه لعيب بيقاتل على كل كوره، كل كوره عاليه بيحاول ان هو ياخدها. اكتر من فاز بمروان محسن، فاز بكام التحام؟ 10. ده الدور المهم جدا لمروان محسن، اللي هو فايلر كان عايز، كنا دايما حتى تحديدا في اول نص ساعه كنا بنلعب تمرير طولي كتير قوي، اللي كان بيكسب الالتحامات الهوائيه اكتر واحد مروان، فاز ب 10 التحامات هوائيه من 20، رقم كويس جدا بنسبه فوز 50%. دقه تمريراته ما كانتش عاليه، مشكلته ان هو كان بيكسب التحامات وتمريراته ما كانتش عاليه قوي، 59% نسبه دقه مش عاليه خالص. محاولات على المرمى 1 وحصل على خطأين وارتكب 6 اخطاء. لما تشوف مروان فايز ب 10 التحامات هوائيه وعامل 6 فاولات، يعني ارتكب 6 فاولات، ده دليل على ايه؟ دليل على ان الراجل ده كان بيلعب برجوله وبحماس وبروح عاليه جدا. لما بخش في التحامات كتير بكسب 10 التحامات من 20، يعني نسبه نجاح 50%. الحاجه الثانيه برتكب اخطاء كتير، بعمل فاولات كتير، دليل على الروح والعزيمه اللي عند مروان. برده ما ننساش صاحب الهدف جونيور اجاييه. جونيور اجاييه اكتر لاعب عمل مراوغات ناجحه في الماتش النهارده، عمل 3 مراوغات ناجحه، وما ننساش ان هو سجل الهدف، هدف اكثر من رائع من جونيور اجاييه، وبيستعيد الذاكره التهديفيه النهارده، يعني بقى له فتره ما كانش بيجيب اهداف في دوري ابطال افريقيا، النهارده بيستعيد الذاكره التهديفيه بيحرز هدف. طبعا قطع الكوره 7 مرات،
فقد الكرة 8 مرات وكان ليه محاولة واحدة بس على المرمى اللي جاب منها جون. ودقة تمريرات جونيور أجايه وصلت إلى 90%، فده رقم برضو كويس جدا ل يعني لدقة تمريرات 90%، يعني 17 من 18 صح، رقم كويس جدا لأجايه. عمرو السولية برضو عمل ماتش كويس على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي، عمل 7 تمريرات طولية رقم كويس، قطع الكورة 14 مرة برضو رقم مميز لعمرو السولية، بيديك نوع من الاستحواذ جنب أليو ديانج. زي ما قلنا يمكن دايما كنا بنقول ان عمرو السولية هو اللي بيستعيد السكند بول، النهارده ظهر دول أليو ديانج اكتر في استعادة السكند بول، وعمرو السولية هو اللي بيعمل عملية الاستحواذ. برضو محمد هاني قدم مباراة كويسة تحديدا على المستوى الدفاعي وعلى مستوى تحضير الهجمة. محمد هاني قطع الكورة 20 مرة رقم كويس جدا، وكان ليه دور مهم جدا في التغطية العكسية، كان بيلعب عليه لعيب زي إيهاب المساكني لعيب كبير جدا، فبالتالي محمد هاني على المستوى الدفاعي قدم مباراة كويسة جدا. لكن على المستوى الهجومي 4 عرضيات فقط برضو كان غير موفق فيهم محمد هاني، وبالتالي يستحق تقييم كويس جدا على المستوى الدفاعي. أحمد الشيخ يمكن ما صنعش ولا فرصة وكان ليه محاولة غير صحيحة على المرمى، دي بالنسبة لأرقام أحمد الشيخ. بالنسبة لحسين الشحات هو يعني ما كانش ظاهر بشكل كبير جدا، ولكن من الرقم المميز لحسين الشحات ان هو اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى، عمل 3 محاولات منهم واحده صح من 3، ولكن متوسط لمسه للكوره كان قليل جدا، يعني احمد الشيخ لمس الكوره 22 مره بس، ده رقم مش عالي. حسين الشحات لمس الكوره 34 مره، ده برده رقم مش عالي. طالما اقل من 40 مره يبقى اللعيبه ما كانتش مؤثره بشكل كبير في المباراه، ولكن حسين الشحات برده زي ما قلنا بيعمل 3 محاولات رقم كويس جدا. نيجي للاوراق الرابحه، كهربا لما نزل برضو عمل نوع من، طبعا هو بيلعب في الشمال في الجناح الشمال احسن ما بيلعب في الجناح اليمين. وليد سليمان فعال اكتر وخبراته مهمه جدا، هتبان اكتر لما نلعب في مباراه الهلال السوداني. اليو بادجي لمسته للكوره واضح ان هو لعيب زي ما قلنا مميز جدا بالعاب الهواء ومميز في الالتحامات الهوائيه ومحطه لعبه مهمه جدا في زي ما شرحنا الحلقه اللي فاتت، قلنا ان هو مميز في العاب الهواء، يعني نزل دقيقه واحده كسب التحامين هوائيين وكان ليه 2 تمريره صح من 4، وبالتالي اليو بادجي برده ممكن يكون فايلر عايز ان هو يديله حساسيه المباراه عشان لو احتاجه في حساسيه مباراه افريقيا، لو احتاجه في مباراه الهلال السوداني. نيجي برده لقلبين الدفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم. رامي ربيعه يعني قطع الكره 17 مره ولكن تم مراوغته 3 مرات. ياسر ابراهيم برضو قطع الكوره 14 مره، وياسر ابراهيم عنده رقم مميز قوي لياسر ابراهيم ان هو اكتر يعني واحد حضر الهجمه من الخلف للنادي الاهلي، 11 تمريره طوليه منهم 8 صح، وقطع الكوره 14 مره. ياسر ابراهيم فاز ب6 التحامات هوائيه، مكسب كويس جدا لدفاع النادي الاهلي. رامي ربيعه قطع الكوره 17، اعلى من ياسر ابراهيم في معدل قطع الكرات، لكن ياسر اعلى من رامي في الفوز بالالتحامات الهوائيه. ده يمكن ارقام خط الدفاع. ياسر ابراهيم برضو ليه رقم مميز كمان، التمرير القصير ما عملش ولا تمريره غلط، 26 تمريره صح، تحس ان هو كان بيلعب بهدوء اكتر من رامي ربيعه شويه. رامي ربيعه كان في الاول كان منفعل شويه، فرامي ربيعه كان عنده 3 تمريرات خطا من 27 تمريره قصيره، والتمريرات الطوليه بتاعت رامي ربيعه 3 صح من 7، يعني عنده 4 خطا. لكن ياسر ابراهيم التمريرات القصيره 26 صح من 26، والتمرير الطولي 8 صح من 11، وبالتالي يعني تحديدا ياسر ابراهيم قدم مباراه كويسه جدا وفاز ب6 التحامات والاثنين ارتكبوا خطا واحد. تمام، اذا اليو ديانج ومحمد الشناوي يتقاسم الاداء الجيد في هذه المباراه والاداء الرائع في هذه المباراه طبعا مع جمهور النادي الاهلي مع الحكم فيكتور جوميز. عموما الف مبروك للنادي الاهلي 3 نقاط هام. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على وجودك معانا. شكرا وبالتوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي باذن الله.